الكارت الذكي ده هي الحكومة عاوزة تقنن بيه عملية استهلاك المنتجات البترولية بشرط ان هو ان المنتجات البترولية دي مدعمة. فالحكومة عاوزة توصل الدعم للمستحقين. البنزين 80 سعره 160 قرش، البنزين 92 سعره 2 جنيه و60 قرش، السولار سعره 180 قرش. الحكومة بتدعم المنتجات ديت بمبالغ طائلة بتصل للمليارات يعني. في نفس الوقت واخد بالك في ناس اللي هم ما عندهمش ضمير فبياخدوا المنتجات دي بيبيعوها في السوق السوداء بأسعار تقارب السعر العالمي يعني. بالنسبة للسولار أو المنتجات البنزين 92 و80. فالحكومة أنشأت اللي هو أو عملت الكارت الذكي ده بشرط الكارت هو كارت هما كارتين. كارت لونه لبني بيخص البنزين ال 80 وال 92، والكارت الثاني لونه برتقاني بيخص السولار. ان دلوقتي احنا في موسم وفي وقت فيه وقت شغل ووقت دريس ووقت رز ووقت احنا في اقاليم فلاحين، ما ينفعش احنا شايفين الويل شايفين العذاب مع طبعا مع الفلاحين ومع الزبون ومع دوم وجراكن. فطبعا اللي عامل مشاكل لمصر كلها هي مشكله الجراكن والازمه. فطبعا مفيش توفير، ولا احنا في اقاليم وجوه بلد. فطبعا ما ينفعش ان اقول لفلاح اديني كارت ايه وفلاح اقول لك منين وهو جاهل ما يعرفش حاجه. احنا تعبانين جدا جدا جدا، وبنقول لك يا ريس ما ينفعش القرار اللي انت عامله، لان ما ينفعش في الوقت اللي احنا فيه. رحت عامل الكارت الذكي في مول، في الناس بتضرب بعضيها عشان الكارت الذكي. بقالنا اسبوعين نروح بنا ما نعرفش نعمل الكارت. شايف الكارت ده مهم بالنسبه لك ولا؟ والله لو في المصلحه انا بعمله عشان بيقولوا في مصلحه، فاحنا عاوزين مصلحه البلد بس مش اكتر ولا اقل. احنا مش لاقيين بنزين دلوقتي ولا غاز ولا لاقيين اي حاجه زي ما انت شايف كده. انت قاعد في بنزين اول، كل البنازين مقفوله زي كده. مش هنعمل كارت ازاي واحنا مش لاقيين اصلا بنزين؟ احنا نعمل الكارت ليه يعني؟ احنا بنلف شمال ويمين على البنزين ده ومش لاقيين. شايف ايه المشكله؟ ايه السبب في الازمه اللي فيها البنزين دلوقتي؟ ان الناس ما عندهاش ضمير. بالظبط كده يعني. الناس بتاخد بنزين قدامنا بالليل يشتروه ويبيعوه في السوق السوداء. السوق السوداء هي اللي شغاله. والبنزيمة يعني اي بنزيمة بتبقى شغاله بالليل تعبي 30 40 جيركن في قلب التروسيكل ويروحوا يبيعوه السوق السوداء. شايف التوقيت بتاع تطبيق كارت الذكي ده مناسب ولا غير مناسب خالص؟ وما ينفعش اصلا في دوله زي مصر.